بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل المحاضرة بتاعتنا النهاردة عن الثيرويد جلاند كجزء من الاندوكراين سيستم. وطبعا لما هنقول الثيرويد يبقى هنقول الثيرويد اند باراثيرويد جلاندز. هنتكلم في عن الثيرويد والباراثيرويد زي ما احنا متفقين قبل كده. لما نيجي نتكلم عن اي جلاند بنتكلم عن حاجتين، الاستروما والبرينج. الاستروما معنيين بثلاث حاجات، الكبسول والترابيكولي والريتيكولار نتورك، واحنا حفظنا الكلام ده من كتر التكرار. البرانكيما في الثيرويد بنتكلم عن تو تايبس اوف سيلز، الفولكولار سيلز والبارافولكولار سيلز. في الباراثيرويد بتكلم برضو عن تو تايبس اوف سيلز، واحده منهم اسمها البرنسيبال سيلز والثانيه اسمها الاوكزيفيل سيلز. الثيرويد جلاند دي موجوده في الانتيريور بورشن اوف ذا نيك، بتتكون من تو لوبس وبينهم بعض جزء حته بنسميها الاسمس. ممكن الاقي فيه هنا ثيرد لوب بسميه البيراميدال لوب، وده بيبث للريمننس اوف ثيروجلوسال داكت. الاستروما خلاص احنا مش هنتكلم عليها لان ده كلام سهل وحافظينه كلنا، هي عباره عن لوز ارير كونكتيف تيشو. ممكن في الثيرويد جلاند اقدر اقسمها الى تو لايرز، وان كان الموضوع ده مش مهم قوي لان الاوتر لاير بتبقى كون كونتينوس مع البيريتراكيال كونكتيف تيشو، لكن هي علشان لوز ارولار كونكتيف تيشو انا صعب جدا ان انا في النورمال ان انا اقدر اعمل لها بالبيشن، لان الكبسول بتاعتي بتبقى فيري سوفت. الترابوكلي ما بتنجحش ان هي تعمل لوبوليشن للثيرويد لوبس. الريتيكولار فايبرز طبعا ما بقدرش اشوفها باللايت ميكروسكوب. لو بتكلم عن البرانكيوم فانا بتكلم عن الفولكولار سيلز والبارا فولكولار سيلز. فولكولار يعني عامله فوليكل، يبقى الاستراكشرال يونت اوف ذا ثيرويد جلاند از ذا فوليكل، والفوليكل دي فيها تو تايبس اوف سيلز، فولكولار سيلز وبارا فولكولار سيلز. الثيرويد جلاند بتفرز تو تايبس اوف هرمونز، الثيروكسين هرمونز والكالسيتونين هرمون. الثيروكسين هرمونز ممكن يبقى تي 4 او تي 3. الثيرويد فوليكل بتبقى كوره عامله زي كوره البينج بونج الصغيره، بتتقاس بالمليمتر، بتبقى راوندد او اوفال ان شيب، في حواليها بيزمنت تمبرين لان السيلز اللي عاملاها ايبيثيليال سيلز، حوالين البيزمنت تمبرين فيه ريتيكولار فايبرز. هذه الريتيكولار فايبرز هي اللي بتخلي السيلز دي في شكل الكور، ومع الريتيكولار فايبرز دي الاقي البلاد كابيلر، والبلاد كابيلر ازاي كل الاندوكرين سيستم بتبقى فينستريتد بلاد كابيلر عشان تعمل ايزلي ديفيوجن فور ثايرويد هرمونز. لو انا بصيت جوه السيلز جوه الفولكل دي هلاقي تو تايبس اوف سيلز، البرنسبل سيلز والبارافولكولار سيلز، لكن الكوره دي الفراغ اللي جوه ده، الفراغ بتاع الكوره من جوه بنسميه اليومن. هذا اليومن الاقيه مليان كولويد، ودي حاجه يونيك يعني متفرده بيها الثيرويد فوليكلز او الثيرويد جلاند، ان اليومن بتاعي مليان كولويد. مره ثانيه لو قلنا دي الثيرويد فوليكل، ففي حوالين الثيرويد فوليكل بيزمنت تمبرين، حوالين البيزمنت تمبرين او البيز اللامنة موجود ريتيكولار فايبرز، مع الريتيكولار فايبرز دي هلاقي ثين لاير من الكونكتيف تيشو ريتش ان بلاد كابيلرز. لو انا عملت فيها شليمو بالشكل ده هلاقي نزل منها الكولويد، طبعا دي مش حقيقه علشان كده هنمسحها. يبقى لو انا اتفرج على دي تحت الميكروسكوب هيبقى شكلها ايه؟ هي نفس دي. نبص كده، دي الثيرويد فوليكل وده البيزال لامين وده الكولويد، ودي لما اشوف السكشن على بعضه مجموعه من الثيرويد فوليكلز بالشكل ده، وبينها ومن بعضها الاقي البلاد كابيلاريز والريتيكولار فايبرز. ده صوره جميله عشان اشوف فيها الثيرويد كولويد وحواليه الفوليكولار سيلز. المره
امال فين البارا فولوكولار سيلز؟ لو انا سابق بالهيماتوكسين واليوسين بالشكل ده صعب جدا ان انا اشوف او مستحيل ان انا اشوف البارا فولوكولار سيلز. امال السهم ده بيشاور على ايه؟ بيشاور على البلاد كابيلاريز اللي موجوده ما بين الثيرويد فوليكلز عشان تاخد السكريشن من هنا تاخد السكريشن من هنا وتوصلها للجنرال سيركيوليشن. لو قلنا ان دي مجموعه من الثيرويد فوليكل واخدت فيها سكشن بالشكل ده، لاحظ معايا كده ان السكشن هنا عدى في النص بالظبط، فهتبان الفوليكل دايره كبيره كده صح، وهنا عدى تقريبا في النص بالظبط فهتبان الفوليكل شكلها كبير كده، لكن هنا لما عدى في الطرف هنا هتبان الدايره دي ايه؟ هتبان صغيره كده صح، لكن لما بان لما عدى على الفوليكل دي ما عداش اصلا على اليومن بتاع الفوليكل، فهتبان مجموعه من السيلز كده اسميها الانترفولوكولار سيلز. هذه الانترفولوكولار سيلز هي نفسها الفولوكولار سيلز لكن مالهاش اليومن فاضطروا يسموها انترفولوكولار سيلز. لما بقول لك ايه الفانكشن بتاعت الانترفولوكولار سيلز هتقول لي ايه؟ هتقول لي هي نفس الفانكشن بتاعت الفولوكولار سيلز. علشان كده لما ابص على السكشن بتاعي الاقي مليان ثيرويد فوليكل، زي الثيرويد فوليكل احيانا فيها كولويد واحيانا ما فيش فيها كولويد، عادي ما فيش مشكله. دي برده ما فيش فيها كولويد، ما اقولش على دي داكت لان ما فيش يعني هاند داكت سيستم خالص. لكن السيلز اللي ما بين الفوليكلز دي كلها انتر فوليكولار سيلز لكن مالهاش ليومن زي ده، ليه؟ لان انا اخدت السكشن بتاعي في الترطوف. لو هتكلم بقى ان على الفوليكولار سيلز او البرنسبل سيلز بتاعت الثيرويد فوليكلز بتمثل 98% من الخلايا، طبعا الفانكشن بتاعتها بتعمل الثيروكسين هرمون. السيلز دي ممكن يكون شكلها ايه؟ ممكن تكون كوبويدال سيلز، ممكن تكون كولامنر سيلز، ممكن تكون لو كوبويدال سيلز. اكوردنج لايه؟ اكوردنج للاكتيفيتي. لو كان الاكتيفيتي بتاعي وزن فيسيولوجي يبقى الخلايا بتاعتي كوبويدال سيلز، لو كانت الاكتيفيتي بتاعي عالي يبقى الهايبر اكتيف ثيرويد جلاند يبقى السيلز بتاعتي كولامنر، لو كانت لو كان الاكتيفيتي بتاعي قليل يعني هايبو اكتيف جلاند يبقى السيلز بتاعتي لو كوبويدال. نبص كده ادي النورمال اكتيفيتي خلاص السيلز بتاعتي كوبويدال سيلز، لكن لو كانت هايبر اكتيف يبقى على حساب الكولويد، الكولويد بيقل والسيلز بتاعتي بتكبر يبقى الخلايا بتاعتي يبقى الجلاند بتاعتي هايبر اكتيف. اما لو كانت الجلاند بتاعتي هايبو اكتيف فمعنى كده ان الكولويد عندي هيزيد قوي وهيحصل عمليه تخزين كبير على حساب السيلز يبقى السيلز عندي لوكوبويدال سيلز. الفلوكولار سيلز باللايت والالكترو مايكروسكوب عباره عن ايه؟ كلمه باختصار شديد ما تنساهاش، بروتين سينثسايزنج سيلز. بروتين سينثسايزنج سيلز يبقى السيتوبلازم بتاعي بيزوفيليك. ليه بيزوفيليك؟ عشان ريتش ان ريبوسومز. الريبوسومز دي ممكن تكون فري ممكن تبقى اتاتش للار ار. عند بروميننت سوبرا نيوكليار جولجي ابريتس مشهوره بيها قوي حكايه الفلوكولار سيلز، مشهوره جدا بالبروميننت سوبرا نيوكليار جولجي ابريتس. عند ابيكال لايسوسومز وابيكال سيكريتوري فيزيكلز اللي هي بتحتوي على الثيروجلوبلين موجود عدد كبير من الميتوكوندريا لان البروسيس اللي فوق دي محتاجه انرجي. السكريشن موجود في صوره كولويد اللي بسميه دروبلت اوف كولويد. السيلز بتاعتي دي يونيك، يعني ايه يونيك؟ يعني متفرده بالرغم ان هي سيكريتوري لكن ممكن تشتغل او لازم تشتغل في الابسوربشن. علشان كده الاقي اليومينال سيرفيس اللي هو ناحيه السنتر بتاع الفوليكل، ناحيه السنتر بتاع الفوليكل بسميه اليومينال سيرفيس، الاقي فيه نيوميرس مايكروفولايت دي ما بلاش غير في الابسوربتيف سيل، والاقي كمان جانكشنال كومبلكس برضه ناحيه المايكروفولايت. يبقى ده بيفكرني بايه؟ بيفكرني بالابسوربتيف سيلز. يبقى السيلز بتاعتي بالرغم ان هي سكريتوري لكن برضه كمان ابسوربتيف سيلز. البيزل سيرفيس اللي هو ناحيه البلاد كابير اللي بيزل لامينا طبعا ناحيه البلاد كابير. لو ابص كده على الكلام اللي انا قلته الاقي النيوكليس بتاعتي هايبر اكتيف نيوكليس، اليوكروماتين اكتر من الهيتيروكروماتين. الاقي اللايسوسومز ماليه الدنيا، وبعدين الاقي المايكروفلاي بتاعتي واضحه جدا لان دي ابسوربتيف سيل ومعاها جانكشنال كومبلكس في المكان ده علشان السكريشن ما تعديش ما بين التو سيلز اللي هي الكولويد ده ما يعديش ما بين التو سيلز. لكن البرومننت جولجي ابريتس واضح مالي الدنيا، والار ار شايفين الار ار كل الخلايا تقريبا مليانه ار اي ار. كل دي عباره عن فولوكولار سيلز في الثيرويد جلاند بالاي ام.
الكولويد طبعا ده هوموجينس الزينوفيليك سبستنس او بروتين، وبيبقى بي اس بوزيتيف سترونجلي بوزيتيف لانه عباره عن جلايكوبروتين اللي بسميه انا سايرو جلوبول، اللي هو عباره عن جلايكوبروتينز ومعاها ايودينيتد امينو اسيد او تايروزين امينو اسيدز. لو بتكلم عن السنس اند ريليس اوف ثايرويد هرمون، الثايرو جلوبولين الاول بيتصنع زيه زي اي بروتين داخل اي خليه بالار ار ومعاها الجولجي ابريتس، هيعملوا جلايكوزيليشن وموديفيكيشن للبروتين لحد ما يوصل للماتيور فورم من الثايرو جلوبولين. ده هيتنقل للابيكال سيرفيس، هيروح ناحيه الابيكال سيرفيس عشان يتخزن في السنتر في صوره كولويد. حافظين احنا الحكايه دي، بس هل ده ينفع يبقى ثايروكسين؟ خالص، علشان يتحول لثايروكسين محتاج الايودايد او الايوداين، بس اللي موجود في البلاد اللي انا عامل اللي انا واخده في الاكل بتاعي وحصل له ابسوربشن اسمه ايودايد. هذا الايودايد موجود في السيركيليشن، علشان يدخل الخليه لازم يدخل الخليه بالتبادل مع الصوديوم، وبعدين يمشي في الخليه من ناحيه البلاد كابيلاري في اتجاه الابيكال سيرفيس ناحيه الكولويد، وهو ماشي في السكه مش هيجرى له اي حاجه. اول ما يوصل هناك عند الابيكال سيرفيس هيحصل له ايه؟ هيحصل له اوكسيديشن بالبيروكسيديز انزيم ويتحول الى ايودايد. هذا البيروكسيديز انزيم موجود في السيل ممبرين بتاع الفولكولار سيلز، موجود في السيل ممبرين بتاع الفولكولار سيلز كواحد من الانتجرال بروتين، يبقى هيتحول الايودايد الى ايودايد اللي هو هينزل هيحصل له اكسكريشن على طول بالتبادل مع الكلورايد في السنتر بتاع الفوليكل. يبقى بقى كونتاكت مع مين؟ بقى كونتاكت مع الكلويد. مين اللي كنت الايودايد؟ بقى كونتاكت مع مين؟ مع الكلويد. اول ما يبقى كونتاكت مع الكلويد يروح يدور على مين؟ على التيروزين، على التيروزين امينو اسيد، يتفاعل مع التيروزين امينو اسيد ويتحول التيروزين الى هرمون ايودايد تيروزين، او ينجح في ان هو يعمل انكوربوريشن لاثنين ايودايد جروب مع وان تيروزين يبقى داي ايودو تيروزين. هنشوف الكلام ده على الرسمه وهنلاقي قد ايه الكلام بقى سهل. لكن بعد ما يحصل ايوداينيشن يبقى انا كده حصلت على الثايروكسين هرمون. اللي بيحصل فين الكلام ده؟ بيحصل في اليومن. بيحصل فين في اليومن؟ يعني في السنتر بتاع الفوليك انترفيسنج، يعني في مواجهه الكولويد مع الابيكال سيرفيس، عند نقطه الالتقاء ما بين الكولويد اهو والابيكال سيرفيس اللي هو الحته دي. الكلام ده بيحصل في المكان ده، الكولويد اللي في المكان ده هو اللي هيحصل له ايودينيزيشن. يبقى على الرسمه دي باختصار شديد الامينو اسيدز اللي موجوده في السيركيوليشن هتتحول الى ثايروجلوبولين، يعني بروتين خلاص اللي هو لونه ازرق ده او اخضر ده او تركواز ده، وبعدين الايودايد اللي هو موجود في السيركيوليشن في صوره ايودايد هيتبادل مع الصوديوم، صوديوم ايودايد بامب او سيمبورتر، يبقى الصوديوم هيطلع لبره والايودايد هيدخل لجوه، يفضل ماشي ايودايد لحد ما يروح يحصل له ايه؟ يحصل له ترانسبورت مره ثانيه. فين؟ عند الابيكال سيرفيس، عند المايكروفيلاي، في وجود حاجه اسمها بندرين ترانسبورتر، هيطلع في مواجهه مين؟ في مبادله مع مين؟ مع الكولورايد. يبقى كده الصوديوم الايودايد بقى ناحيه الابيكال سيرفيس، هيلاقي البيروكسيليز انزيم اللي هيحول له الى ايوداين. يبقى هو دخل هنا لونه بنفسجي، طلع هنا لونه احمر، ده الايوداين. هذا الايوداين هيتفاعل مع مين؟ مع الثايروجلوبولين. مين في الثايروجلوبولين؟ التيروزين انزيم، عشان يبقى داي ايودو يبقى مونو ايودو تيروزين، او اتنين مولكيول من الايوداين مع وان تيروزين يتحول الى داي ايودو تيروزين. المونو ايورو تيروزين مع الداي ايورو تيروزين اهو هيتحول الى تراي ايورو تيروزين اللي هو تسري، اتنين داي ايودو مع اتنين داي ايودو اهي هيتحول الى تترا ايورو تيروزين، يبقى ده التي فور. بس ده موجود مع الكولويد، ما اقدرش اعمل له سكريشن، لكن اقدر اعمل له ري ابسوربشن في
الفولكولار سيلز، وجوه الفولكولار سيلز اللايسوسوم هيبدا يطلع الثيروجلوبين البروتين في ناحيه، ويطلع لي الايودينيت التيروزين في الناحيه الثانيه اللي هو التي 3 والتي 4. يفضل ماشي التي 3 والتي 4 لحد ما يروح للبلاد كابيلاري في صوره التي 3 والتي 4. يروح البلاد كابيلاري عشان يلاقي بروتين ثاني غير الاولاني اسمه ايه؟ اسمه ثيروكسين بايندينج جلوبولين، هيرتبط بالتي 3 والتي 4 ويكمل مع السيركيوليشن. احيانا في بعض الحالات، او مش في بعض الحالات، ربما في كل حالات الجايتر التوكسيك جايتر، الاقي ايه؟ الاقي في ريسبتور جديد اسمه ميجالين ريسبتور. هذا الميجالين ريسبتور عنده استعداد ياخد التي 3 والتي 4 ومعاهم الثيروجلوبولين، ويفضل ماشي بيهم ماشي بيهم في الخليه من غير ما يعدي على اللايسوسوم، ويعمل له سيكريشن في استركيوليشن بطريقه مباشره، ودي حاجه هنعرفها في الباثولوجي. يبقى احنا كده خلصنا ايه؟ خلصنا الثيرويد جلاند، وعرفنا الاستروما، واخدنا من البرانكيما الفولوكولار سيلز. امال ايه بقى البارا فولوكولار سيلز دي؟ البارا فولوكولار سيلز دي خلايا عددها قليل جدا، موجوده برضو جوه الفوليكل وريست على البيزمنت تمبرين، لكن عمرها ما بتوصل لليومن. الفانكشن بتاعتها بتفرز الكالسيتونين هرمون، عشان كده بسميها سي سيل، بتفرز الكالسيتونين هرمون. والكالسيتونين هرمون هنعرف بعد شويه ان هو انتاجونست للباراثرومون هرمون. يبقى هي ريستنج على البيزمنت تمبرين، ما بتوصلش اليومن، خلايا اصغر من الفولوكولار سيلز وعددها اقل بكتير من الفولوكولار سيلز. طيب الكالسيتونين هرمون ده بروتين النشر؟ يس، بروتين النشر، عشان كده هلاقي الخلايا بتاعتي فيها الار اي ار، فيها الجولجي ابيريتس، لارج جولجي ابيريتس، فيها عدد كبير من الميتوكوندريا، فيها سمول دنس بيزل جرانيولز كتيره جدا زي ما هنشوفها في الالكترون مايكروسكوب. يبقى دي اللي بنسميها البارا فولوكولار سيلز. الفانكشن بتاعتها بتفرز الكالسيتونين هرمون اللي هو انتاجونست لمين؟ انتاجونست للباراثرومون هرمون. يعني بيزود ولا بيقلل؟ لا، بيقلل البلاد كالسي. يبقى هو بيقلل، يبقى الباراثرومون بيزود البلاد كالسي، لكن ده بيقلل البلاد كالسي. يبقى دي البارا فولوكولار سيلز. بارا فولوكولار سيلز دي النيوكليس بتاعتي برضو، اكتيف نيوكليس، ودي السكريتوري جرانيولز ماليه الخليه. تمام، دي طبعا مختلف شكلها تماما عن الفولوكولار سيلز اللي كنا لو انا شفتها كده هلاقي ريستنج على البيزمنت تمبرين، لكن عمرها ما هتوصل للليل. شايف الفولوكولار سيل مغطيه من فوقيها من الناحيتين اهي، ادي الفولوكولار سيلز فرق كبير ما بين الاثنين. يبقى احنا كده خلصنا الثيرويد جلاند، اتكلمنا على الاستروما، واتكلمنا على البرانك فولوكولار سيلز وبارا فولوكولار سيلز. لو ابص بقى على الثيرويد جلاند اقلبها كده، هلاقي بدا يظهر عندي اربع حبايات صغيرين هم دور البارا ثيرويد جلاند. يبقى البارا ثيرويد جلاند هتكلم فيها برضو عن الاستروما، واتكلم فيها عن البرانك. البرانكما بتبقى ادرنت البستيرو سيرفيس، موجوده في كبسول، الكبسول صغيره قوي رقيقه قوي عشان بس مجرد ان هي تفصلها عن الثيرويد جلاند، لكن ما هياش كبسول بالمعنى الحقيقي. بتقسمها لي الى انكومبليت لوبيولز. هي مين؟ الباراثيرويد جلاند. الباراثيرويد جلاند عباره عن كوردز، ما فيش فوليكلز بقى، او كلاسترز من الابيثيليال سيلز اللي هي السكريتوري سيلز، يعني فيها بلاد كبير شيء طبيعي. فيها تو تايبز اوف سيلز، التشيف سيل او البرنسبل سيل، والحاجه الثانيه بنسميها الاوكسفيل سيل. لو هتكلم عن البرنسبل سيل دي طبعا الموستر نيومرس طبيعي برنسبل. بيل ستيند سيتوبلازم ليه؟ عشان فيها جلايكوجين كتير، ما بيظهرش عندي في الستيننج، فبيخلي الخلايا بتاعتي بيل. لكن لو بتفرج بقى بالالكترون مايكروسكوب هلاقي الجوج ابريتس بتاعه الار ار، يبقى هي بروتين سكريتوري سيلز اللي هو الباراثرومون هرمون، ده برضه بروتين النيتشر. الميتوكوندريا والجلايكوجين جرانيولز كل ده بياكد لي على ان الخليه بتاعتي بتهتم، او الفانكشن بتاعتها هي سكريتوري لجرانيول بتحتوي على الباراثرومون هرمون. طبعا ده سيكشن بياكد لي ان دي الثيرويد جلاند، يبقى دي الباراثيرويد جلاند، ودي الكبسول اللي بتفصل الباراثيرويد من الثيرويد جلاند. شايفين دي فوليكلز، لكن دي عمرها ما كانت فوليكلز، ده عباره عن كوردس، يعني خلايا موجوده بالشكل ده. البلاد كابيلرز هلاقيها منتشره برضو داخل الباراثيرويد جلاند. السيلز بتاعتي لو انا بصيت كده الاقي فيه شويه غامقين وشويه فاتحين، الشويه الغامقين دول اوكسفيل سيلز، والفاتحين هم الباراثيرويد
اللي هو البرنسبال سيل. الفانكشن اوف باراثرومون هرمون بيعمل حاجتين، بيزود الكالسيوم بلاد ليفل، عشان كده هو ريليز ان ريسبونس لللو بلاد كالسيوم. حاجة التانية بيقلل لي الفوسفور، يبقى بيزود الكالسيوم ويقلل الفوسفورس. بس انا عايزك تركز في حكاية ان اللو ليفل اوف باراثرومون هرمون اللي هو الهايبو بارا بيبقى معاه ايه، زيادة في الكالسيوم ولا الكالسيوم يقل؟ تعالى كده نعمل باراثايرويدكتومي، يعني واحد جراح شال الباراثايرويد جلاندز وهو بيشيل الثايرويد جلاند، هيبقى المريض بتاعنا بيعاني من ايه؟ من هايبركالسيميا ولا هايبوكالسيميا؟ لا طبعا هايبوكالسيميا، عشان كده بيجي له التيتاني، والكلام مكتوب في الكتاب في المربع اللي هو بتاع الكلينيكال نوتس. يبقى اذا الهايبوبارا معاه هايبوكالسيميا. طب والهايبربارا؟ لا ده قصه كبيره هتعرفها في الكلينيكال، لان في احيان الهايبربارا انواع، لكن الهايبربارا في البطنة دايما نوصفها على ان هي هايبركالسيميا. الباراثرومون بيقلل برضو الكالسيوم ايون. لكن انا عايزك تركز معايا في معلومه صغيره او صغنطوطه مهم. الباراثرومون مالوش ريسبتور على الاوستيوكلاست. Don't have باراثرومون ريسبتور. هي مين الاوستيوكلاست؟ علشان دي خيالنا بيسمح لنا ان انا عايز ازود الكالسيوم ايون. مين اللي يزوده لي؟ الباراثرومون هرمون. بيزودوه لي ازاي؟ بطريقتين رئيسيتين. الطريقه الاولانيه يروح على الرينال تيوبولز يعمل ري ابسوربشن، الطريقه الثانيه يروح على البون يعمل بون ريزوربشن. بس البون ريزوربشن مش دايركتلي من الاوستيوبلاست، بيروح الاول للاوستيوبلاست وبعدين الاوستيوبلاست مشكوره هي اللي هتنشط الاوستيوكلاست. الاوكسيفيل سيل، انا دلوقتي فين؟ انا في البارا ثايرويد جلاند، بقول فيها تو تايبز اوف سيلز. النوع الاولاني اسمه البرنسبال سيل، النوع الثاني اسمه الاوكسيفيل سيل. اوكسيفيل يعني اسيدوفيلك سيل، دي فيور ولارجر زان التشيف سيل ومور ديبلي ستيند باليوسين، يعني اسيدوفيلك اكتر. فيها ايه؟ فيها نيومرس ميتوكوندريا، وده اللي مخلي الاسيدوفيليا بتاعتي عاليه. فيها جولجي ابراتس، ايوه بس صغنطوط قوي. فيها اندوبلازميك ريتيكولم، ايوه بس قليله شويه. الفانكشن بتاعتها ايه؟ انا ما اعرفش. الفانكشن بتاعتها انو. ثانك يو، نشوفكم ان شاء الله في المحاضره اللي جايه.